السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هاد لا فيديو، اليوم فيديو جديد ان شاء الله. كيف ما نتوما عارفين كاملين، رمضان على الابواب، ما بقى ليه والو ان شاء الله، وبدينا استعدادات ديال رمضان. هذه هي الوقيته اللي بغي يوجد شي حاجه، اللي مازال ما وجد يلاه يبدا، ما بقى والو رمضان. دونك انا شاركت معكم في هاد لا فيديو استعدادات ديالي ديال رمضان. اليوم اول حاجه مشيت درتها الصباح هي مشيت تقديت شويه ديال الخضره وشويه ديال التقديه ديال التمويل ديال الدار. هاد التقديه صراحه ماشي على رمضان، خديت غير شي حاجه اللي غنحتاجها في رمضان، ولكن بعد التحضيرات اللي درتهم على قبل رمضان. فاول حاجه بغيت نديرها هي انني نورغانيزي شويه لا كويزين، قديت لي بلاكا، قديت الدنيا شويه. نتوما عارفين فاش كتبغيو توجدوا شي حاجه مزيان توجدوا في بلاصه اللي نقيه وبيان اورغانيزي. داكشي علاش قلت اول حاجه غادي نقاد لا كويزين، ووجدت شي حاجه قليله اللي على قبل رمضان وقلت نشاركها معكم لعل وعسى نفيدكم بشي حاجه. الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك، وشكرا بزاف كاع البنات اللي داروا لي ابوني واللي كتفرج في هاد لا فيديو ومازال ما دارت ابوني. سيري اختي ديري لي ابوني قبل ما تكملي لا فيديو. دونك نخليكم على فيديو. كيف ما كتشوفوا هنا البنات، التقديه اللي جبت الصباح ها هي باقا هنا كاع ما رديتها. صافا لي الكوزينه شويه مرونه، بغيت نجمع الكوزينه ونقادها وعاد نبدا نرجع داك التقديه للبلاصه. هنايا عندي هاد لي زيتاج بغيت نحيدهم من هنا حيت ما عجبونيش حدا هاد لي تيغواغ باش نيت نربح لي سباس. غنقاد حتى لي بلاكار اللي كنوري لكم حالتهم حاله، كاع مرونين وفيهم بزاف ديال لي سباس وانا ما كنستغلوش. دونك غادي نقادهم معاكم وغادي ندير لهم واحد الفيلم دو بروتيكسيون اللي خديته من مرجان، الثمن ديالو 35 درهم البنات. كنت لقيتو بروموسيون هو كيدير 50 درهم. هاد لو فيلم راه كيبروتيجي لي بلاكار، انا ديجا دايره في البلاكار الاخر اللي هو هذا، كيخلي لك انك تبروتيجي البلاكار كيبقى لك نقي. اون بليس دو سا انا عندي الام دي اف، دونك الام دي اف الناس اللي عندهم عارفين ما خصش يقرب ليه الماء. دونك اول حاجه غادي ندير هو غادي نخوي هاد لي زيتاجير هادو، حيت كيف ما قلت لكم كنت حاطاهم بحال هكا وضيقوا ليا شويه الكوزينه، وفي نفس الوقت ما جاش المنظر ديالهم زوين تما حدا هادوك لي تيغواغ. دونك غنخلي لي تيغواغ بوحدهم ولي زيتاجير نديهم صال دو بان حتى نوريكم فين غادي نحطهم. اول حاجه غادي ندير غادي نحيدهم وغادي نديبلاسي في بلاصتهم دوك لي تيغواغ ديال البلاستيك. هذوك لي تيغواغ ما نقدرش نحيدهم حيت هازين لي بزاف ديال الحاجات نافعيني. دونك غادي نيطوي هادو، صراحه ما فيهم شي حاجه حيت انا دايره لهم داك البابي اديزيف باش نبروتيجيهم. لي بلاكا غادي نيطويهم هاد البرودوي ديال بيم، برودوي زوين كيصلح صراحه الناس اللي عندهم الام تي اف كينيطوي مزيان. من بعد من غادي نيطويهم غادي ندير لهم داك لو فيلم دو بروتيكسيون اللي وريتكم، وهذيك الساعات غادي نقاد لي بلاكار ديالي. من بعد ما نطويت لي بلاكار ونشفتهم، خديت هاد لو فيلم دو بروتيكسيون وبديت كناخد العبار ديالو باش نديرو في البلاكار. الا لقيتوها البنات خدوه، راه كيف ما قلت لكم كيدير 50 درهم، كاين في مرجان انا كناخدو من مرجان، كنت لقيتو ديغنييغمون ب 35 درهم وخديتو. انا راه دار ليا هاد رولو واحد، دار ليا هاد البلاكار هذا، دار ليا فيه غير جوج ديال الطبقات، الطبقه الفوقانيه ما كفانيش فيها حتى نزيد واحد اخر ونكمل. المهم هاد الجهه الفوقانيه انا اصلا ما كنديرش فيها شي حاجه اللي فيها الماء ولا هذا، دونك ماشي مشكل. اون اتوندون نشري واحد اخر ونكملو. دونك هنايا كناخد العبار صافي وكنقطع وكنحط هذاك لو فيلم دو بروتيكسيون. من بعد غادي نبدا نستف داكشي اللي غادي نحط في البلاكار وغادي نبارطاجي معكم كاع لي ديتاي. خليكم على فيديو.
دونك هنا خديت هاد لي رونجمون هادو كنست فيهم اي حاجه اللي ما كدارش في الثلاجه وكنديرهم بهلاش كنديرهم في هاد لي رونجمون حيت كنحطهم في داك الطبقه الفوقانيه من بلاكار دونك فاش حيت ما كتبانش ليا شنو محطوط تما الفوق ما كيبانش مزيان فاش كنبغي ناخذ شي حاجه كتجيني ساهل باش انني نجبد داك الرونجمون كامله وناخذ منها داكشي اللي خاصني. هنا كيف ما كتشوفوا كنوريكم هاد لاسباس اللي عندي ما بين الكويزينيير والثلاجة اللي كان فريمون مديرونجيني. كان هاد لاسباس هذا ما كنتش عارفه شنو ندير فيه ولكن اونفا لقيت هاد لي ديتاجير هادو في ايكيا صراحه لي براتيك وجاوني عبار في هذاك لاسباس اللي عندي انايا. دونك هادو لقيتهم ب 150 درهم راه ماشي بروموسيون هادو لو بري ديالهم نورمال وراهم موجودين خديتهم انا من ايكيا ديال المول. دونك هنا كيف ما كتشوفوا راه جاوني عبار تمايا جاو صراحه زوينين وفي نفس الوقت استغليت هذاك لاسباس فهنايا غادي نوريكم شنو غادي ندير فيهم. هما راه فيهم الرويد من التحت كتقدري سي براتيك كتقدري تبقاي تجريهم باش تاخدي اي حاجه اللي كاينه فيهم. فانا هنايا غادي نست فيهم دوك القريعات اللي كندير فيهم داكشي ديال لي بات الروز العداس وداكشي غادي نستفهم هنايا. هنا عندي هاد القريعات هادو كنت واخداهم من مرجان عجبني صراحه المنظر ديالهم هنايا ما عنديش منهم بزاف عندي منهم غير خمسه بغيت نديرهم خمسه كاملين هنا الفوق ولكن ما جاونيش جاوهم ضيقين درت غير ربعه وقلت غادي ناخد وحدين اخرين باش نستفهم في لي زيطاجير اللي كاينين مازال تحت دونك دابا غادي نعمرهم بهذاك الشيء اللي عندي احسن من بعد نزيد من هاد القريعات هادو. دونك هنايا عندي الربيع اللي تاهو خديته مع الخضره اللي تقديت الصباح. فالربيع انا الطريقه ديجا بارطاجيتها معاكم في واحد لا فيديو اللي فيه تخزين ديال الطريقه ديال الخضره كنطحنو ديما مع الثومه وكنزيد عليه الزيت العود. فانايا درت هاد الطريقه هادي بغيت نبارطاجيها معاكم البنات اللي ما شافوش لا فيديو الاخر. دونك تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا كاع الحاجات اللي انايا كنديرهم اللي يقدروا يعطوكم افكار ويسهلوا عليكم حتى الطريقه ديال الخدمه ديالكم الا كنتو كتبغيو داكشي اللي كيكون واجد دغيا وكتبغيوش تضيعوا الوقت بزاف اذا اختو البنات اللي خدامين كيجيو كيبغيو داكشي يكون واجد. انا هذه الطريقه ديالي في الويكاند كنحاول نوجد لو ماكسيموم باش كتسهل عليا السيمانه كامله باش انا يبقى ليا شويه الوقت لراسي ولداري باش ماشي نجي للكوزينه نبقى مقابله غير توجد توجد توجد. دونك كنحاول لو ماكسيموم في الويكاند نحيد عليا داكشي اللي غادي ينفعني السيمانه كامله. انا مطيشه خديت مطيشه كثيره صراحه خديتها على قبل رمضان خديتها وغادي نشدها غنسلقها. الطريقه اللي معروفه كتدو مطيشه كتضربوها على ربعه وكديروا عليها واحد شويه ديال الماء وكديروها تسلق. من بعد غادي نطحنها في الهاشوار وغادي نفرقها على البلاستيك دي بلاستيك وغنديرها في الفريكو باش هكايا تنفعني في رمضان. كيف ما نتوما عارفين مطيشه راه شويه دايره الثمن. انا مشيت للمرجان لقيتها ناقصه لقيتهم ناقصين فيها وخديت منها كونتيتي شويه اللي زايده باش تنفعني في رمضان.
هنا البنات من بعد ما تلقص داك مطيشه كنصفيها وكنطحنها هكايا على شكل صوص صافي، وكنخليها تبرد حتى كتبرد مزيان، وكنبدا نديرها في دي بلاستيك كنقسم على الكونتيتي اللي غنبغي نخدم بها. كل مره كنجبد وحده وكنخدم بها صافي. من بعد نخلي واحد الكونتيتي اللي شويه قليله، وغادي نصايب بها لاصوص طوماط ديال البيتزا. غادي نوريكم الطريقه اللي كندير انا، سهله بزاف. كندير فيها هنايا الملحه، البزار، القزبر مطحون، شويه ديال التحميره، وكندير فيها داك الربيع اللي بارطاجيت معكم ديال الثومه وزيت العود، وكنزيد عاوتاني عليها شويه ديال زيت العود والزعتر صافي. وكنشعل عليها البوطه، كنخليها واحد هكاك 10 دقائق حيت ديجا راه مطيشه راها طايبه مسلوقه، دونك غير باش كتبدا تغلى واحد شويه. وكناخذ قرعه ديال الزاج، اي قرعه سواء قرعه عليك. انا كانت عندي هذه ديجا، كان عندي فيها الشوكولات، خوات وغسلتها مزيان وعقمتها صافي ودرت فيها. الا عندكم شي قرعه اخرى كتستعملوها كديروها وكتبقى لكم في الثلاجه، كتبقى مده طويله صراحه، وكتجي لذيذه وكتجي زوينه. تقدروا تجربوها راه كتجي زوينه. دونك هنا من بعد ما ساليت مطيشه غادي نشارك معكم العطريه اللي كندير في الشرموله ديال الصدر ديال البيبي. دونك غادي ندير اول حاجه مونطارد، عصير ديال الليمون، الربع مع الثومه، ندير كامون، القزبر مطحون، سكنجبير، بزار، والملح والزعتر، وشويه ديال الزيت العود. كندير هاد صراحه هاد الشرميله هادي كتجي زوينه صافي. وكنفرقهم وكنديرهم في الفريكو. انا كنفضل انني نشرمل سواء الصدر ديال الدجاج ولا ديال لاداند ولا اي حاجه ونديرها في الفريكو، احسن من نديرها ونجبدها عاوتاني نخليها ترخى عاد نشرملها. فهاد الطريقه هادي كتخلي داك الصدر ديال البيبي ولا ديال الدجاج كيشرب داك العطريه مزيان كيجي لذيذ، حيت كيف ما نتوما عارفين كل ما الحاجه شربت العطريه وكل ما كتجي بنينه. دونك هذه هي الطريقه اللي كندير، قلت نبارطاجيها معكم، وراه فريمون كتجي واعره حتى في لي بروشيت راه كتجي لذيذه ديال بصح. الى قلتو البنات هذوك لي زيطاجير اللي وريتكم في الاول ديال لا فيديو، ها هما درتهم هنايا في صال دو بان، حتى تقولوا لي كي جاوا. انا صراحه عجبوني وصراحه هزوا لي شحال من حاجه ما كنتش عارفه فين نديرها. جمعت كلشي هنايا ونيت ما كانوش جاو صراحه في لا كويزين مزيانين، ما جاوش المنظر ديالهم زوين. وهنا كنبارطاجي معكم لا كويزين من بعد ما ساليت، ضربتها على بواحد الجفيفه حتى لي بلاكار مسحتهم من على برا. ما بارطاجيش معكم حيت صراحه ما بقاش ليا الوقت بزاف، مع التصوير شويه كيشد الوقت. مهم كويزينتي دابا واجده باش نوجدوا ان شاء الله شهيوات رمضان، ومازال باقي التحضيرات ديال رمضان. اللي مازال ما اشتركت في القناه اشتركي اختي في القناه باش تشوفي كاع لي فيديو اللي جايين ان شاء الله. دونك هنا كيكون سالت لا فيديو ديالنا اليوم، مازال جايين فيديوهات جداد ان شاء الله. السلام عليكم.